الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الاربعاء 19 اكتوبر 2016، عالم صباح جديد وفقرات جديده من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. يعني اليوم فينا نحس انه بلشنا تقريبا نقرب على موسم الخريف، وبعدها نقرب نرجع على موسم الشتاء اليوم، لانه بلشنا نشوف انه الطقس معبى، بلشنا نشوف انه امبارح كانت ناويه ومستحيه انه تشتي نوعا ما. انما دائما بنقول ان شاء الله يا رب يكون الشتي بيحمل كل الخير للجميع، وان شاء الله تكونوا محضرين، لانه بنعرف انه للاسف الشديد كل سنه مثل كانه بنحس كانه تفاجئنا بالشتي، كانه تفاجئنا انه هي عن جد بتشتي، عن جد في شتويه. بقى للاسف بيصير في اضرار كثيره. بنتامل ان شاء الله يا رب هالسنه من كل المعنيين، من كل اصحاب القرار، من كل الاشخاص اللي بيقدروا يحسنوا فعلا بطرقاتنا، وايضا ينتبهوا على هذا الموضوع، ان كان كمان الاشخاص اللي ببيوتهم يقدروا نوعا ما يتحصنوا لحتى ما يكون عندهم أي مشاكل مع أول شتوى اللي بتكون بالعادة هيك كبيرة وحزينة وبتكون غزيرة بالأمطار. اليوم شيف حسين وأنا رح نترافق معكم بعالم صباح لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. صباح الخير شيف. صباح غيدا. شو عنا اليوم؟ اليوم احنا محضرين طبقين شوي غريبين كتير طيبين، طاجن الكوسة والبطاطا بالكريمة. بدنا لقلق كوسة، بدنا بطاطا، بدنا كريم فريش، بدنا كمان من البندورة. لكن بنقول لك المشاهدين يحضروهم لحتى نحضر هيدا الطبق أنا وياهم. طبعا بعد ما نحطهم بالصينية ونقليهم شوي بالزبدة ونفوتهم على الفرن. هيدا بالنسبة لأول طبق. تاني طبق كمان كسكس بالفواكه، نحن معودين يكون بالخضرة. اليوم رايحين على الفواكه مثل ما عم نشوف. في عندي من الأناناس، في عندي من الشمام، فينا نستبدل الشمام كمان ببطيخ مش غلط، وأيضا في عندي من السكر وعندي من الجوز كمان. إذا بدهم فيهم يحضروا هذه المكونات لحتى نحضر هالأطباق خلال حلقتنا. يعني اليوم كوسكوس مغربي سبيسيال على الآخر، يعني 100% ما هيك؟ راح نتابع معك أكيد محطاتنا اليوم بخلال عالم صباح. اليوم سؤالي على الفيسبوك كان متعلق بموضوع الأشياء اللي بنقراها ومنشوفها كل الوقت على صفحات الإنترنت، قديش بتصدقوا هذا الموضوع؟ لأنه بنعرف قديش واحد لازم يكون فعلا متأكد من الموضوع اللي بيقراه، ما دغري يتاخد، خاصة لما بيكون موضوع صحي أو طبي. بقى دايما ما تستهينوا بهذا الموضوع، انتبهوا فعلا من وين المصدر، من وين طلع هالخبر، لتقدروا تتاكدوا ما تتاخذوا بحيالله شيء ممكن يظهر على الانترنت، لانه اسهل شيء بالعالم واحد يحط خبر ويروح فايرل مثل ما بيقولوا. يعني ممكن عن جد يصير مثل الفيروس لما بيفوت على حياه الناس بدون ما ينتبهوا له. بدايه عالم صباح مع كارمن والابراج. صباحكم بالخير. اليوم الأربعاء 19 أكتوبر. اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الجوزاء، عم بيشكل مثلث مع الشمس. الأجواء رائعة للأبراج الهوائي، الجوزاء، الميزان وكذلك الدلو. مش بس اليوم، بكرة أيضا. كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. تتحلحل الأمور نوعا ما. مولود برج الحمل اليوم في حركة، الحركة فيها بركة، وبالتالي منضلك قاعد مكتف إيديك، تحرك احكي وبتقدر فعلا توصل للي بدك إياه. 2 3 و4 نيسان ابريل الاوفر حظا. بنكمل مع برج الثور. بالنسبه لبرج الثور الاجواء بحاجه الى اهتمام بالنسبه للمصاري، بالنسبه للعلامات بالمدرسه او بالجامعه. الاجواء اليوم تمتحنك شوي، مش بالضروره تكون سلبيه. بعض مواليد برج الثور طالع بالهم يستثمروا بحالهم، بصحتهم، باحوالهم النفسيه. تبقى المواليد الأكثر حظا 28 29 30 نيسان 4 ل 8 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء تعتبر اليوم من أكثر الأبراج حظا. القمر ببرجك، الأجواء مسهلة 200%، تقريبا ما في شيء بيوقف بدربك لا اليوم ولا بكرة، وبالتالي إعادة خلط الأوراق بإيدك. أنت بتعمل اللي بتريده، إذا طالع بالك تغير رأي كمان الأجواء اليوم تسمح لك، بتعطيك الضوء الأخضر وبتقلك عمول يلي بيرضيك. تبقى المواليد الأكثر حظا نسبيا 29 ل 31 أيار مايو، بالإضافة لمواليد 15 16 17 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. اليوم وبكرة يومين ضعاف بالنسبة لبرج السرطان. الأجواء الضعيفة، الأجواء ما بتسمح لحتى تكون بجو منافسي، الأجواء ما بتسمح لمولود برج السرطان لحتى يحط حاله بظروف صعبة. الأجواء اليوم بتأخرك أو بتخيب لك أملك ويمكن حتى تزعلك، فكون حذر بشكل خاص إذا كنت من مواليد 7 و8 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد.
الأجواء الهوائية الموجودة اليوم بتساعدك مولود برج الأسد، بتحس حالك مكيف، مرتاح، مطمن بالك، متسلى، وبتحس أنه فعلا في ناس من حولك، منك لحالك، تتكيف مع الظروف بسهولة ناجحة، وهذا الشيء رح بيميزك اليوم. الأوفر حظا هن مواليد تموز يوليو، أيضا 5 6 15 16 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء وصلت إلى مفترق طريق أو وصلت إلى مرحلة كتير مهمة، مطلوب منك أنك تقرر، تعرف وين بدك تروح، إيه أو لا، بدك تقرر، بدك تجاوب، في نوع من وقفة أو طلة كتير مهمة. الجو العام إيجابي فما في لزوم أبدا تعتل هم. أما يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 3 و4 أيلول سبتمبر، وهن يلي لازم يكونوا منتبهين أكثر. نكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، ما حدا قدك اليوم مولود برج الميزان، قبضاي، شاطر، قوي، محظوظ، حتى لو مش عامل اليوم دفوارك، اليوم كل شيء بيمرق، ما حدا رح بيشوف خطأك، الأجواء حلوة، بتحمل لمولود برج الميزان أخبار سارة جدا، ويمكن حتى نوع من هيك الأفكار الغريبة العجيبة يلي بتخلي مولود برج الميزان اليوم عبقري فعلا. الأكثر حظا مواليد سبتمبر ايضا 1 2 و3 اكتوبر. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم اكيد افضل من الاربع ايام اللي مرقوا، لكن ما معناتها انه تنام على حرير، بالعكس تماما. مولود برج العقرب حاول تصحح الامور، حاول تبلش ترد الامور لمجراها الطبيعي، حاول تعتذر، بدك تكون ذكي، بدك تكون شاطر وتنظر لبعيد. ليش؟ لانه البعيد القريب كثير حلو، وبانتظارك مفاجات ساره، لكن من هلا لوقتها مطلوب منك انك تشتغل بذكاء وتحاول انه تضبط الامور من حولك. تبقى المواليد الانشط نسبيا اليوم هي مواليد شهر اكتوبر. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس كل الناس مكيفه، الا مولود برج القوس مش عاجبه وما بيناسبه وجود القمر ببرج الجوزاء. ليه؟ لانه بيتحداك، لانه بيستفزك نفسيا، معنويا، بيستفزك مهنيا، بخليك فعلا تحس حالك انه انت معصب، ويمكن حتى تفتح حالك مشاكل. كبر عقلك اليوم مولود برج القوس اليوم وبكره، وخليها نهارين يمرقوا بسلام. هنالك حظوظ حلوه بانتظار مواليد 24 ل 27 نوفمبر تشرين الثاني، اما يلي قليل الحظ او تعبان اكثر من غيره لازم ينتبه 5 6 7 ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي اليومين اللي مرقوا كانوا حلوين، ساهموا بتصحيح الامور، بدعمك، بتأييدك. اليوم ومش بس اليوم، بدك تحضر حالك اليوم وبكره وايضا اليومين اللي بعدهم، عم نحكي عن الجمعه والسبت، منهم هينين كثير، ما تفكر انه انت فيك تطمن بالك وشو ما كان بيمشي الحال، ما في شيء كيف ما كان رح يمشي حاله، فبالتالي من اليوم كل شغلك بده يكون مرتب ومعمول على البكلي. كون حذر جدا اذا كنت من مواليد 5 ل 8 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. أكثر واحد مكيف أيضا هو مولود برج الدلو، ما في شيء شغله باله، حتى فيك تحط إيديك بمي باردة، الأجواء 100% لصالحك، الأمور المعقدة رح تتصلح، قوي قلبك، ما تخاف من المقابلة، ما تخاف من الامتحان، لكن ما معناتها أن تكون مستلشق فيهم، بالعكس إذا بتركز رح تكون من فعلا المتفوقين والمميزين. 28 ل 31 كانون الثاني يناير الأوفر حظا. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت الجو اليوم بيقول لك انه معلش على الهدى، في بعض المسائل العائلية الشخصية اللي بدها اهتمام، بدك تهتم بحالك، بدك تهتم ببيتك، بمكتبك، بأمورك الخاصة، بدك تركز عليها، كل وقت له نوعيته، اليوم وبكره بدك تهتم بهالأمور هاي، ما تطلع لبعيد، تطلع بحالك وبدائرتك الصغيرة. الأقل حظا 28 شباط فبراير 1 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم احتمالات كتيرة وحلوة، يمكن تحمل لك سفر، يمكن تحمل لك تغيير مسار للأفضل، انتقالات وتغييرات من مكان إلى آخر، من موقع إلى آخر، من رتبة إلى أخرى، هنالك تقدم، هنالك نجاحات. شهر شباط طبعا أكتوبر الحالي، شباط فبراير، حزيران، يونيو، ثم أكتوبر اللي بعده من أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي.
موضوع طب جديد رح تطرحه روى بعد لحظات. على صحة السلامة، خليكن معنا.